الأولى الكشف عن عملية صنعها. أجهزة الحواسيب المحمولة مصممة لمن يعمل في حالة تنقل دائم. ترونها على شاحنات التسليم وسيارات الشرطة وشاحنات الرافعات المشبعة وفي المستودعات الكبيرة. تعالج عملياً معطيات في أي حال من أحوال جوية سيئة إلى طرقات وعرة، فبالرغم من كونكم في الحقل فإنكم تبقون على اتصال دائم. من مسح رموز السلع إلى قراءة لوحات عدادات مواقف السيارات، توفر الحواسيب المحمولة معلومات مباشرة. تبدأ بلوحة مفاتيح إلكترونية، يختبر العمال قدرة توصيل كل تلامس، ثم ينقلون رقم التعقب من لوحة الإلكترونيات إلى العلبة الداخلية كي يبقى مرئياً عند الحاجة إلى الصيانة. يلصقون لوحة الإلكترونيات بالعلبة بواسطة سيليكون من أجل سداد مانع للماء. يضعون لبادة المفاتيح المطاطية لاحقاً، ثم يلصقون فوقها صفيحة بلاستيكية واقية. ثم يقصون بطانة من سيليكون بحجم شاشة الحاسوب، ستساعد في سداد الجهاز ومنع تسرب الماء والغبار إلى الداخل. يضعون البطانة في كثيفة وراء الشاشة، ثم يستعملون هذا الجهاز المثبت لترصيف الشاشة بعلبة الحاسوب. تساعد طبقة من غراء بسداد خيطاني للبراغي على تثبيت الأجزاء ببعضها. بعد إتمام تجميع العلبة العليا لهذا الحاسوب المحمول، ينتقلون إلى العلبة الخلفية ويركبون مكبر صوت. يضعون طبقة من سيليكون على أجزاء لوحة الدارات ومجدداً لمنع الماء والغبار من التسرب إلى داخلها. توضع هذه الأجزاء داخل ثقب في العلبة الخلفية. هذا سيتيح للجهاز التواصل مع حاسوب مركزي. في المرحلة التالية يصلون مكبرات الصوت بلوحة الدارات. أصبح للحاسوب المحمول الآن جهاز صوتي. مزيداً من السيليكون على هذه التوصيلات، ثم يركبون مفاتيح للآلة الفاحصة على كل جانب. يركبون بطانة على الباب لحجيرة بطاقة الذاكرة، ثم يمررون الأجزاء العليا في حرارة عالية مدة 3 ساعات. حالما تركب البنى الداخلية كلها، تثبت الأجزاء العليا بالأجزاء الدنيا. يدخلون حزمة البطارية في حجيرتها ويركبون الغطاء الأخير المزود بهوائي للاتصالات اللاسلكية. يركبون الآن جهاز قراءة بطاقات، لأن هذا الحاسوب المحمول الخاص سيستعمل لفحص أمني على بطاقات الهوية الشخصية. يختبرون آلة الليزر الفاحصة، ثم يشغلون البرنامج الأمني الذي يقرأ بصمات الأصابع التي تمكن هذا الحاسوب المحمول من إجراء تحقيق أمني أو إجرامي بشكل مباشر. عندما يضغط شخص غير مسجل إصبعه على قارئة البصمات، إليكم ما سيحدث: غير مطابقة. الحواسيب الجوالة مصممة للعودة إلى مقرها الرئيسي، حيث ينقلون المعلومات إلى حاسوب مركزي. لكن أولاً يجرون سلسلة من الاختبارات القاسية على حواسيب مختارة عشوائياً. يلقون هذا الجهاز في برميل دوار ويتخبط في أرجائه، ثم يسقطونه عن ارتفاع 2 متر ويغمسونه في حوض ماء. في عالم الواقع قد يتعرض لظروف أكثر قساوة، فهذا الحاسوب تعرض لحريق، وهذا الحاسوب دهس، لكن حتى عندما يبدو أنه تدمر كلياً فإنه من الممكن استعادة المعلومات. هنا ينقلون لوحة الذاكرة من أحد الأجهزة المحطمة إلى جهاز سليم. يصلونه بحاسوب مركزي ويسترجعون المعلومات.
في النهاية تتعلق هذه الأجهزة كلها بالوقائع.